اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهميه تضافر الجهود القاريه من اجل ضمان وصول اللقاحات الى الدول الافريقيه كافه واشار رئيس السيسي الى اهميه العمل على توطين صناعه اللقاحات بالقاره الافريقيه والحد من الاثار السلبيه للجائحه بما يمكن الدول الافريقيه من عوده النشاط الاقتصادي والتنموي ولقد ناقشنا تاثير جائحه كورونا على القاره الافريقيه حيث اكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كافة الدول الأفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها في القارة والحد من الآثار السلبية للجائحة بما يمكن دولنا الأفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي.